إطلاق التحالف، والتحالف يعني هو الفريد من نوعه، وممكن من ضمن أقاليم منظمة الصحة العالمية، إقليم شرق المتوسط هو الإقليم الوحيد اللي شهد مثل هذا التحالف. في اعتقادي هو عبارة عن استجابة سريعة جدا للتحديات الكبيرة جدا التي تشهدها المنطقة، ممكن أكثر من غيرها. يعني من ضمن الدول ال 22 الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط اللي هي اللجنة الإقليمية، يمكن في أكثر من 15 بلد يشهد كوارث وصراعات ونزاعات بما يتبعها من لجوء ونزوح وعذاب للإنسانية بشكل كبير. وهذا ممكن يمثل يعني عدد ضخم جدا من دول الإقليم بحاجة لطرق غير تقليدية وتحالفات غير التي كانت موجودة سابقا من أجل التصدي لهذه المشاكل. أيضا عدد النازحين واللاجئين في الإقليم يمثل حوالي نصف عدد اللاجئين عالميا، وهذا أيضا تحدي آخر. We are the only region in the WHO region in the world where we developed an alliance which is embedded in the Regional Director Vision 2023 which offers this platform for continuous engagement, developing a joint work plan, and also supporting the countries, the governments, and the communities so that they are able to implement the Global Action Plan on SDG 3. So that was the purpose of the alliance. An important component of primary healthcare is community engagement, which is the second area where we have worked very closely with WHO and with partners. This is another area on community engagement and risk communication, which in the global architecture, WHO and UNICEF co-lead. So we have had a very successful partnership that has gone and supported not just governments, not just ministries of health, but many other ministries beyond the health ministry. But I would say more importantly, supporting communities directly. أيضا الإقليم هو ممكن يشهد هجرات متواصلة، إما هجرات داخلية أو هجرات عبر بعض الدول لأقاليم أخرى. بمعنى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لديه شراكات مع تقريبا كل القطاعات الحكومية، فيها القطاع الصحي ولكن قطاع التخطيط، القطاع الاقتصادي، قطاع الحوكمة، قطاع رئاسة الوزراء، القطاعات الزراعية والإنتاجية الأخرى، فكلها لديها تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع الصحي.